معنا من بيروت مراسلنا سلمان العنداري. سلمان، ما هي الاعتبارات التي يطلب فيها مرة أخرى إجراء تحقيقات مع مسؤولين سابقين وحاليين بشأن انفجار مرفأ بيروت؟ ما الذي استجد؟ يعني يبدو بأن المحقق العدلي بعد الاستماع لعدد من الوزراء في الأسابيع الماضية اشتبه بارتكابات أو بمسؤوليات محددة لهؤلاء الوزراء. نتحدث عن وزراء المالية، وزراء الأشغال، وأيضا وزراء المعنيين في موضوع مرفأ بيروت. في هذا الإطار كوزراء العدل أيضا هناك بعض المعلومات التي حصل عليها القاضي فادي صوان تتعلق بارتكابات ربما أو مسؤوليات مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بعمل هؤلاء الوزراء، وبالتالي طلب كتابا أو سطر كتابا إلى مجلس النواب يطلب فيه التحقيق مع هؤلاء. التحقيق مع هؤلاء فضيلة يتطلب أن يكون هناك مجلس لمحاكمة الرؤساء والوزراء السابقين يقره مجلس الوزراء أو مجلس النواب، يجب أن يقر هذا المجلس. هناك مصادر تتحدث بأن للقاضي الحق والصلاحية بأن يدعي على الوزراء من دون اللجوء إلى مجلس القضاء أو محاكمة الوزراء والنواب السابقين، ولكن يجب على مجلس النواب أن يعطي الغطاء لهذه المحاكمات أو لهذه الادعاءات. بطبيعة الحال يعني هناك حتى الساعة 33 موقوفا ومدعى عليه من قبل القضاء اللبناني في قضية انفجار مرفأ بيروت، لم يحاسب أي مسؤول سياسي بشكل مباشر أو غير مباشر. هناك مطالبات من قبل أهالي الضحايا الذين التقيناهم اليوم بضرورة توسعة التحقيق ومحاسبة الرؤوس الكبيرة والصغيرة على حد وصفهم. طيب سلمان، بطبيعة الحال هناك مصادر تتحدث بأن القاضي رمى الكرة بوجه مجلس النواب حتى يحرج مجلس النواب في هذا الإطار، ولكن من حقه أن يدعي على هؤلاء وأن يدعي عليهم ويحاسبهم بشكل أو بآخر فيما لو كانوا متورطين في هذه القضية. أولا، هل عرفت أسماء بعضهم سلمان؟ أيضا يعني إلى أي مدى سيستجيبون لطلب التحقيق معهم خصوصا إذا كانوا وزراء حاليين؟ نعم، نحن نتحدث عن وزير المال الحالي أو السابق، وزير العدل الحالي والوزراء السابقون يوسف فنيانوس، علي حسن خليل، غازي العريدي، غازي زعيتر، تابعون لكل القوى السياسية، لحركة أمل، للحزب التقدمي الاشتراكي، لتيار المردة، وأيضا لتيارات سياسية متعددة. سليم جريصاتي وزير العدل السابق التابع للتيار الوطني الحر والقريب من رئيس الجمهورية، هناك أسماء كبيرة، ولكن على الطريقة اللبنانية فضيلة يتوقع أن يتم تضييع هذا الموضوع بشكل أو بآخر، تضييع هذا الملف بشكل أو بآخر، خصوصا وأن أي محاكمة لأي مسؤول سياسي تتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب، أي ثلثي مجلس النواب هو عدد كبير يضم كل القوى السياسية، ولكن كما قلت يحق للقاضي العدلي أن يدعي على هؤلاء بشكل مباشر وأن يحقق معهم وحتى أن يوقف المتورطين المباشرين في هذا الموضوع، خصوصا وأن التفاصيل هذه القضية في حال لو غصنا أكثر في هذه التفاصيل هناك بعض الأوراق الرسمية والأوامر الرسمية من قبل بعض الأمنيين التي كانت تطالب هؤلاء بضرورة إزالة أو تلف شحنة نترات الأمونيوم منذ أعوام، ولكن لم يستجب أحد لا من الوزراء ولا من المعنيين المباشرين، حتى أن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية كانا يعلمان بأن هذه الشحنة تشكل خطرا كبيرا على العاصمة بيروت، وفيما لو انفجرت كلها لكانت دمرت العاصمة، على وقع بعض المعلومات التي تحدثت بأن عدد كبير من هذه الشحنات أو أطنان أخذت من هذا العنبر. أشكرك سلمان العنداري مراسلنا في بيروت.